مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع خاص بافضل مشروع من بعد المشروع الارانب، يعني ممكن انكم ديروه الى جانب مشروع الارانب. اذا كما كتشوفوا مشروع الارانب الحمد لله راه كاع الناس اللي جربوه راه يعني مزيان. في الصيف كيلقاو بعض الصعوبات، يعني في هذا الشيء ديال الكميات ديال الاكل وبالنسبه للخصوبه الولاده. المهم على طول العام راه المشروع ديال الارانب راه مزيان، ولكن اللي بغى يزيد يطور الدخل ديالو بغى يحسن الدخل ديالو بواحد راس مال بسيط، اشنو ممكن يدير في ظل هذا المشروع؟ هذا المشروع يعني هو في حقيقه مشابه ل يعني المشروع الارانب، من حيث انه هو ممكن انكم ديروا فليكاج، انكم هو الفرق ما بين هذا المشروع اللي غادي نوريكم وما بين هذا المشروع ديال الارانب، وهو انه الارانب مشروع ممكن انكم يكون عندكم الدخل ماشي يومي، ممكنش يكون عندكم الدخل يومي لان خص تكون الولاده يكبروا وعاد كتبقى يعني تبيعوا من هذوك الارانب وكتطوروا من المشروع ديالكم. اما بالنسبه للمشروع ديالنا هذا النهار ان شاء الله وهو بيض السمان. كما كتشوفوا معايا او الحجم ديالو بعد الحجم هذا. السمان كاين فيه انواع، كاين السمان بلدي يعني بلدي يعني خلوي، حنا كنقولوا خلوي، وكاين النوع ديال اللي كيعطي مثل هذا البيض هذا وهو الجامبو. جامبو واحد يعني سلالة من السمان، والسمان الناس اللي ما كيعرفوش يعني باللغة الفرنسية سميتو ليكاي. اما بالنسبة للاسم الحقيقي ديالو فهو مذكور في القرآن الكريم، يعني هو السلوى. السلوى معروف في يعني عند رواسة، يعني الناس ديال يعني الجاليه ديالنا راهم عارفين شنو هو هذا البيض هذا، راهم كيكون في الدول الاوروبيه كيربيو هذا النوع من السمان او السلوى او ليكاي. اذا باش مزيان هاد الطائر العجيب انه هذا البيض في الاول ما كيكونش، يعني حنا كنقولوا ماشي ما كيكونش مسهل يولد. ملي كيسهل يولد راه كونوا متاكدين انه كيولد يوميا الحمد لله. يعني واحد طائر غريب منظر، ولكن الحمد لله راه كيبيض كل نهار مثل هذا البيض. ممكن انكم تشوفوا الحجم ديال هذا البيض، ها هو انتما. بالنسبه للطائر الشكل ديالو غادي نوريه لكم، وهو كالتالي. انا داير ليكاج ديال الارانب هما هنايا، وداير الطائر ديال السمان، ها هو طائر السمان هو هذا. ثم بالنسبه للشكل ديالو انتما كتشوفوه سبحان الله. كاين العلافه ديالو ممكن انكم ديروا غير البي في سي، بي في سي يعني الاخر تيب ديال البلاستيك، وكديروا له لاطراس هكا وتحلوه من هنايا باش يبقاو يخشيو الفم ديالهم المنقار ديالهم وكياكلوا. كاين الشرابه وهي كالتالي، انتما كما كتشوفوا نفس هذا ديال البلاستيك، انا غادي نسد عليهم لانهم كيطيروا. ثم كاين هاد الطريقه هذه راها سهله، يعني غير تراسيت هنا هكا. راني فايت سابق لي درت فيديو على هاد الشرابه. الفم ديالها ملي تكبوا الماء هو هذا. كيفاش ديروا هاد المربعات هادو؟ راها سهله، يعني كتجيب واحد مسطره او واحد 3 سنتيمتر كيما بغات تكون في شي تراساج هكا، وكتبقاو تحطوا وتراسيو تراسيو 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 تراسيو. ملي كتجيبوا المنشار كتبقاو تضربوا غير يعني شرمه بحال هكا، شرمه 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 في هذاك التراساج، وكتجيبوا المطرقه او المارطو وكتبقاو تنقروا هنا، وكيطيح هذاك البلاستيك هنا 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 هنا، وكتحصلوا على هاد المربعات بهذا الشكل. انتوما بهذا الشكل. اذا السمان مثل الارانب في التربيه بالنسبه
ليكارج. حتى هو ممكن انكم ديروا بحال هاد الطريقه هذه. انتما كاين واحد غلاف او ميكا ممكن انكم ديروها هي انتما وبانيو لتحت لجمع الفضلات باش ما يعني ديك الرائحه ديال 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 الفضلات ديالو ما تجيكمش في النيف ديالكم. انتما كما كتشوفوا طائر السمان ممكن انكم ديروه، راه تبارك الله يعني حتى هو التربيه ديالو شويه يعني ماشي بحال الارانب. يعني الارانب ساهلين شي شويه، السمان خصو واحد. الى بغيتوا نهضروا على الطريقه ديال التربيه ديالو ممكن اننا نديروا حلقات، يعني هضروا معايا في لي كومونتير ونشوفوا الا كنتوا باغيين هذا الطائر هذا نوريكم الطريقه ديال التربيه ديالو، كذلك ممكن انني نوريكم الطريقه ديال التربيه ديالو. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. الا بغيتوا تحسنوا المشروع ديالكم ممكن انكم بجانب الارانب، يعني بجانب هذه الارانب هادو انتما ممكن انكم ديروا يعني هاد الطائر ديال السمان. انتما الارانب انتما الحمد لله حتى هما راهم مزيانين في التربيه وساهلين في التربيه، غير بغيتوا تطوروا المشروع وديروا يعني مشاريع اخرى عليكم بالسمان، طائر السمان. انتما كما كتشوفوا معايا طائر الحمد لله، يعني انا جربته يعني تبارك الله. ممكن انكم بشويه ديال الوقت ممكن انكم تطوروا المشروع ديالكم ديال هاد الطائر ديال السمان. خاصكم غير شويه ديال يعني كاع الوقت كله خاصو يكون لهذا الطائر هذا، لانه ديما خاصو يكون قدامه جوج حوايج، السيكاليم يعني الاكل ديالو والماء. يعني ما يمكنش انه يتقطع عليه هاد جوج حوايج، ضروري ان جوج حوايج يكونوا عندكم. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، الا كاين شي استفسارات مرحبا بكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، قناة غادية بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة ديالكم. مبروك عواشركم، العيد راه قرب. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة.